أقامت منظمة التنمية المدنية CDO بالتعاون مع المبادرة الأوروبية لدعم المجتمع المدني ومنظمة الطبيعة العراق اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا في مدينة السليمانية حول الحفاظ على نهر الدجلة. وسبق المؤتمر ندوة لعرض أهم ما توصلت إليه حملة الحفاظ على نهر الدجلة وإحيائه، وهي حملة مناهضة لبناء سد إيليسو التركي، وتجمع التواقع بهذا الصدد بغية إيقاف العمل فيه. جمع التواقع مثل ما نعرف إحنا هنا بالعراق يجوز هذا الشيء ما يأثر، أنه نجمع التواقع ونسوي حملات مدافعة، لأن إحنا ما نتبع القوانين الدولية أو حقوق الإنسان بالعراق بعدها، يعني في بدايتها، بس هذا الشيء أثر على الرأي العام العالمي. كما أن المؤتمر استعرض المخاطر البيئية والاقتصادية والزراعية التي سوف يسببها بناء سد إيليسو التركي في العراق ودول الجوار، وتحدث أيضا عن أهم النشاطات الحكومة الإيرانية ومشاريعها لبناء السدود على أنهر الوند والكارون والأنهر التي تدخل العراق والتي أدت إلى جفاف هذه الأنهر في الآونة الأخيرة. ودعا المؤتمر إلى استخدام ورقة ضغط مع تركيا للوصول إلى تفاهم مشترك بشأن بناء هذا السد. إذا بس قعدنا وياهم نحشي على المي ما راح نقدر نوصل نتيجة، لكن إذا قعدنا وحشينا وياهم على كل طرق التعاون، فإذا نقدر هاي ورقة ضغط. العراق يقول لك يابا أنتوا الشركات التركية جاية تشتغل عندنا، أهلا وسهلا بكم وإحنا ممنونين، لكن مثل ما نعاملكم بشكل مفتوح أنتوا هم نعاملنا بشكل مفتوح. ودعت الندوة التي حضرها عدد من الأكاديميين والناشطين المدنيين إلى توجيه رسائل إلى الرئاسات الثلاث في العراق للقيام بحملة دبلوماسية للضغط على الشركة النمساوية التي تعمل على إنجاز سد إيليسو التركي لوقف العمل في بناء هذا السد، مشيرا إلى أن مخاطر السد لا تحصى عراقيا وإقليميا. إرسال عدد من الرسائل الخاصة بسد إيليسو التركي، قسم منها ستوجه إلى لجنة التراث العالمي، هناك رسالة أخرى ستوجه إلى الشركة النمساوية وهي كبرى الشركات القابضة العاملة في تنفيذ العمليات الإنشائية في السد، وكذلك رسالة أخرى إلى الحكومة العراقية والبرلمان العراقي لغرض حثهم على تناول الملف المائي بشكل جدي والعمل على تغادي أخطار السد أو التقليل من أضراره. وتم خلال الندوة تقديم مداخلات حول تداعيات تواصل العمل بهذا السد وآثار السلبية وكيف يمكن التعبئة للدفاع ضدها. سروى عبد الواحد، الحرة، السليمانية.